قولوا لي يا جماعه معانا مين. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز والصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير بوابه اخبار اليوم استاذ عمر البنوبي والمتواجد في الغردقه عشان يقول لنا كل الكواليس الخاصه بالاستعدادات لحفل الغد حفل افضل لاعب في افريقيا. عمر مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام وميرسي على التقديمه الجميله دي. اهلا وسهلا بك عمر دايما، قول لنا الكواليس عندك ايه هناك؟ الاخبار هناك عباره عن ايه؟ الاستعدادات، تاهب الناس، كل هذه الامور يعني. يعني عايز اقول لك ان في تنسيق كامل وعلى اعلى مستوى بين كل اجهزه الدوله هنا وبين كل المؤسسات المنوطه بتنظيم حفل كاف بيك الباتروس لافضل لاعب في 2019 او جوائز الافضل الخاصه بالاتحاد الافريقي. يعني رحت امبارح شفت مكان الحفله في مسرح عائم في المارينا تم تجهيزه بشكل مبهر شويه، يعني اعتقد ان الحفله هيكون في مفاجات كبيره في التنظيم وفي الشكل. شركه استادات مع رجل الاعمال كامل ابو علي بخلاف كل طبعا اجهزه الدوله اللي هنا ومحافظه المحافظه وكل الاجهزه. ده فيما يخص التنظيم. يمكن اتعملت بروفات امبارح واتعملت بروفه ثانيه النهارده، صامويل ايتو كان موجود، احمد كان موجود امبارح، النهارده موجود في القاهره في مباراه الاساطير. لكن كمان يعني تم استقبال ساديو ماني من شويه، طيارته وصلت الساعه 4:30 وصل خلاص كمان انفانتينو هيرجع من القاهره على سهل حشيش مباشره النهارده. فالاستعدادات عايز اقول لك على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت التجهيزات كمان للحفله قويه جدا. طيب ده امر غايه في الاهميه. كلام كتير شويه يا عمر عن غياب محمد صلاح عن الحفل غد، المعلومات النهائيه ايه؟ هل هيجي محمد صلاح فعلا ولا الامور عندك في تنسيق لاستقباله مثلا ولا هو مش جاي خلاص؟ خليني اقول لك بوضوح، النهارده رياض محرز اعتذر وهو ده امر يخصه ما فيهوش مشكله، كنا نتمنى طبعا انه يكون موجود برضه. اكيد اعتقد كمان انه يوسف بليلي كمان اعتذر. لكن فيما يخص محمد صلاح، محمد صلاح المفروض الكاف بحسب معلومتي انا ارسل ثلاث طائرات خاصه، واحده لساديو ماني واحده لمحرز واحده لمحمد صلاح. يمكن يكون محمد صلاح ناوي يجي بكره. ما فيش حاجه طلعت رسمي بتقول ان محمد صلاح اعتذر، لكن في النهايه ناس مترقبه، الناس يهمها ان محمد صلاح يكون موجود الحدث ده في مصر، وانه كمان وجوده حتى لو هو بره ترشيحات الجائزه اساسا اعتقد ان وجوده مهم أكيد جدا. اكيد اكيد، لانه الحدث بيقام على ارض مصر لاول مره في التاريخ. اكيد، لكن هو النسبه الاكبر ان هو مش جاي. لا ما فيش نسبه لسه لانه ما فيش حاجه ظهرت رسمي، يعني لا هو نفى ولا في جهه رسميه زي الكاف قالت انه مش جاي. طيب فقرات الحفل بكره هتبقى عباره عن ايه يا عمر؟ وهتبتدي الساعه كام بالظبط؟ الحفل هيبتدي الساعه 9، لكن المدعوين كلهم هيكونوا جوه الستيج او الخيمه من الساعه 8:15. في كمان ريد كاربت هيكون عليها كل الاساطير والنجوم اللي هيكونوا مدعوين وضيوف الفي اي بي، ده من قبلها من الساعه 6. هتبتدي الفعاليات الساعه 6، لكن الحفله بقى جوه الخيمه وعلى الستيج هتبتدي من الساعه 9 حتى الساعه 10:30. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق. فقرات فنيه وفي اكتر من حاجه كمان يا امير. اكيد نتمنى كل التوفيق ان شاء الله، الحفل يخرج بشكل جيد. يا عمر انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي الكبير كان معانا على الهاتف من الغردقه عشان يقول لنا كواليس استعداد لحفل افضل لاعب في افريقيا غدا باذن الله.